جلت تحركات مطلبية سياسية هادئة في الساحة العربية، ومن بعد حين تحولت في بعضها إلى حالة غليان ومصادمات عنيفة ودرجات عالية من التوتر، وأعقبت الكثير من الخسائر. كان الكل في بدايات التحركات أو الأعم الأغلب معتدلين، ولم يأتي تقسيم السلطات الشارعة المعارضة إلى متطرفين ومعتدلين إلا من بعد حين في كل الساحات. ويتدفق في كل الساحات أو أغلبها، بتدفق الأعداد المعارضة الضخمة في الشوارع، وتوتر الحالة بصورة أكبر، ووجود خسائر من الطرفين، جاء مصطلح الإرهاب في لسان الإعلام الرسمي في الساحة العربية، والتوسع في أعداد من يصنفهم الإعلام بالمتطرفين والإرهابيين، وأعداد قتل الشارع، وأعداد الجرحى والمسجونين والمطاردين إلى آخره. مع تطور الأحداث حصل تزايد في صف المتطرفين والإرهابيين وضمور في صنف المعتدلين حسب اللغة السائدة في إعلام الساحة العربية، واعتماداً على الدلالة المستفادة من التوسع في أعداد القتلى من أبناء المعارضات والمسجونين والمعذبين والجرحى، وحسب التطور في نوع السلاح الذي استعملته السلطات في مواجهة احتجاجات الشعوب، حتى نبرر تلك السلطات هذا التطور والتوسع في العقوبة للمعارضة وإنزال النقمة العالية بها، وذلك تنزلا. وحتى لا تتولد في أي ساحة من الساحات العربية ثقافة العنف المتبادل، ويقطع دابر هذه الظاهرة الشاذة بكل المقاييس المقبولة والقاضية على الأوطان، وتتحول إلى ممارسة مقبولة في أوساط الأمة، تتسبب في الإتيان على يابسها وأخضرها، لا بد أن تتجه السلطات في كل الساحة العربية ما شهد من بلدانها حراكا سياسيا أو ثورة، وما لم يشهد، إلى إصلاح وضعها السياسي بما يحقق الآمال العادلة للشعوب، رحمة بالأمة، كل الأمة، وبجميع أوطانها وجميع المكونات لهذه الأوطان، والحكومات غير خارجة عن هذا الإطار.